لنرى إذا كان بالإمكان تسمية هذا المركب هنا في كل هذه المسائل. كما نعلم، ننظر أولا إلى السلسلة الأطول أو الحلقة الأطول، وهذا واضح بشكل كبير أن هذه الحلقة في المنتصف تمثل الحلقة الرئيسية في هذا المركب. لديها 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 من ذرات الكربون، لنظللها بهذا الشكل لأنها 8 من ذرات الكربون بهذا الشكل، وهي طبعا الأوكتان بما أننا نتعامل مع روابط أحادية، وهي أيضا في حلقة، إذا هي السايكلو أوكتان، إذا هذه تمثل السايكلو أوكتان هنا. رائع، سايكلو أوكتان. الآن ننظر إلى المجموعات المتفرعة من الحلقة الرئيسية هذه. هنا لدينا 1، 2، 1، 2، 3، 4 من ذرات الكربون، وهي داخل حلقة، إذا هي سايكلو بهذا الشكل، سايكلو 4 من ذرات الكربون، إذا سايكلو بيوتيل. رائع. طبعا مجموعة ثانوية، أو لأنها متفرعة من السايكلو الرئيسية، أصبح أضفنا لها المقطع واي ال، والبيوتي تدل على 4 ذرات كربون. طبعا هذه المجموعة أيضا هي سايكلو بيوتيل، نعم بهذا الشكل. إذا لدينا، وهنا في الأعلى لدينا 3 ذرات كربون، وهي تمثل مجموعة السايكلو بروبيل، إذا هذه 3 مجموعات. رائع. ومن ثم في الأسفل لنبدأ مع التسمية الشائعة لأنها أسهل من التسمية المنهجية. بداية لدينا 1، 2، 3، 4 من ذرات الكربون. في الواقع لدينا هنا نفس الشيء، 1، 2، 3، 4 من ذرات الكربون، نفس التركيب. إذا نحن نتعامل مع بيوت. طبعا إذا استخدمنا التسمية الشائعة نرى أن لديها شكل حرف الواي في اللغة الإنجليزية. إذا نحن نتعامل مع أيزو بيوتيل. إذا أيزو بيوتيل، نعم شكل حرف الواي يدلنا أننا نتعامل مع أيزو، وهنا هو الأيزوبيوتيل. إذا كلا المجموعتين هنا هي الأيزوبيوتيل. الآن يجب إيجاد كيفية الترقيم، حيث سنرقم المجموعات على هذه الحلقة. والعمل هذا نبحث عن المجموعة الأولى، والتي ستكون المجموعة الأولى أبجديا حسب الأبجدية. هذه نقطة مربكة أحيانا، انتبهوا. إذا كانت تيرت بيوتيل أو سك بيوتيل سنأخذ حرف البي، لكن أيز بيوتيل تعتبر كلمة واحدة، إذا سنأخذ حرف الآي. سنقارن بين حرفي السي والآي. طبعا السي من كلا السايكلو في هذه الحلقات هنا، إذا بكل تأكيد سي سوف يكون في البداية. إذا نظرنا إلى كل هذه السايكلو، سايكلو بيوتيل بكل تأكيد يأخذ حق الأسبقية على سايكلو بروبيل. لنأخذ نقطة البداية عند سايكلو بيوتيل، إذا بالرغم أنه يمكنكم أخذ جعلها سايكلو بيوتيل هنا أيضا، إذا سوف تكون هذه نقطة البداية. سنسير مع عقارب الساعة بحيث نصل إلى هذه أولا. إذا هذه المجموعة هي رقم 2 هنا، السايكلو بيوتيل 3، 4، 5، 6، 7. نعم، وطبعا الكربونة الأخيرة هي الثامنة. هنا 1 سايكلوبيوتيل، هنا 6 سايكلوبيوتيل، هنا 7 سايكلوبروبيل، وهذه 2 ايزوبيوتيل، وهذه 4 ايزوبيوتيل. الآن نريد كتابتهم جميعا من حيث الترتيب الأبجدي. سايكلوبيوتيل تأتي أولا، إذا لدينا سايكلوبيوتيل عند 1 وعند 6. لدينا 1.6 سايكلو، طبعا بما أنها مجموعتين، إذا داي سايكلو بيوتيل، اسمحوا لي أن أكتبها بالحرف الكابيتال، داي سايكلو بيوتيل. إذا لدينا هاتين المجموعتين أصبحت جاهزة أبجديا. مجموعة السايكلوبروبيل هي التالية، نعم سايكلوبروبيل، إذا 7، 7، دعوني أستخدم اللون البرتقالي، 7 ايزو أو سايكلو بروبيل. حسنا سايكلو بروبيل أصبحت جاهزة الآن. ومن ثم عند 2 و 4 لدينا ايزو بيوتيل، هذه المجموعتين هنا. لدينا 2.4، لدينا 2 منها، لذا هي داي ايزو بيوتيل. ومن ثم في النهاية طبعا لا ننسى حرف الواي والال، ومن ثم في النهاية السايكلو أوكتان. السايكلو أوكتان هذه أصبحت جاهزة، دعوني أكتب السايكلو أوكتان على يمين الشاشة هنا، سايكلو
أوكتل وانتهينا. طبعا هذه كانت التسمية الشائعة. الآن إذا أردنا التسمية المنهجية سيكون علينا استخدام شيء آخر غير الأيزوبيوتيل، ولعمل هذا دعونا ننتبه جيدا. الآن ما سنقوم به هو إيجاد سلسلة من هذا التفرع، ومن ثم نتفرع منها. لنقوم بهذا بلون لم نستخدمه من قبل، إذا لنجعل هذه السلسلة المركزية هنا 1 2 3. إذا نتعامل مع بروبيل، رائع. وعلى ذرة الكربون الثانية لدينا مجموعة مثل، إذا أصبح لدينا هنا، دعوني ألون مجموعة المثل قبل ذلك. إذا هنا 1 مثل بروبيل، رائع، ونضعها بين قوسين. طبعا لدينا مجموعتين بهذا الاسم، 1 مثل بروبيل، هذه وهذه أيضا. طبعا يمكن كتابة الأيزو بروتيل بدلا من هذا كما رأينا عند استخدام الاسم الشائع، رائع. هذه هنا مجموعة البروبيل، ومن ثم هذه هنا، وسأستخدم هذا اللون. هذه هنا هي مجموعة المثل. أو آسف آسف جدا، هذه ليست 1 مثل، آسف، سأكون حذر في الترقيم مرة أخرى. هنا 1 2 3، المثل يتفرع من الكربون الثاني، إذا هذا 2 مثل بروبيل. 1 2 3 أيضا، هنا المثل يتفرع من ذرة الكربون الثانية أيضا في هذه المجموعة، إذا 2 مثل بروبيل وليس 1 مثل بروبيل. والآن عند النظر إلى مثل بروبيل ستأتي بعد سايكلوبيوتل، طبعا بكل تأكيد لم يتغير ترقيم المجموعات، وما تزال المجموعتين هاتين تكتب في الأخير. إذا كنا سنقوم بالتسمية المنهجية سيكون هناك شيء ممتع بشكل غريب، 1 6 داي سايكلوبيوتل، سايكلوبيوتل، رائع بهذا الشكل. ومن ثم لدينا 7 سايكلوبروبيل، 7 سايكلوبروبيل، رائع، حسنا، إنها مثل شفرة سرية. ومن ثم لدينا الآن هذا مثير للاهتمام، انتبهوا، لدينا 2 من هذه المجموعة. الآن لا نقول داي عندما يكون لدينا هذا النوع من التسميات المنهجية، بدلا من ذلك نستخدم كلمة بس. إذا لدينا بس الآن، إذا نكتب هذا هنا، عند 2 و4، 2.4 بس، نعم، ونضع 2 مثل بروبل، رائع. إذا هذا الجزء هنا نفس الجزء في الأعلى هنا، هذا الاسم الشائع وهذا الاسم المنهجي في الأسفل. ومن ثم لدينا طبعا السايكلو أوكتان، سايكلو أوكتان، وانتهينا، نراكم.